اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. توقعات برج الأسد لعام 2019. هذا ما سينتظره مواليد برج الأسد خلال أشهر العام 2019. خلال عام 2019 لن يظهر على مواليد برج الأسد الكثير من التغيرات والحركة. يعود السبب في ذلك لكون حركة الكواكب قليلة جدا عند الأسد في هذا العام، وبالتالي سنراهم يشعرون بأنهم لا يملكون السيطرة أو السلطة على المجريات الحاصلة في حياتهم، ولكن على مواليد الأسد أن يكونوا صبورين لأن هذه الصورة ستختلف بشكل كلي مع نهاية عام 2019. فأثناء أشهر هذا العام الأولى سيكون تركيز مواليد الأسد منحصرا على العائلة والأصدقاء، كما إن هذه السنة ستجلب الكثير من الأمور المفاجئة لهم وبالخصوص على الصعيدين العاطفي والمادي، لكن طاقتهم ستكون متقلبة بين فترة وأخرى، ولذلك عليهم استغلال الفترة التي تصل فيها طاقتهم إلى مرحلة الذروة ليتمكنوا خلالها من الوصول للأهداف التي يرغبون بها. إليكم توقعات برج الأسد للعام القادم شهرا بشهر، تابعوا معنا. توقعات برج الأسد ليناير كانون الثاني 2019. ستكون مقاربة مواليد الأسد للأحداث الجارية في حياتهم مختلفة ومبنية على مبادئ جديدة، حيث ستبنى هذه المبادئ إما على رغبتهم بأن يقوموا بأشياء غريبة وجديدة، وإما على رغبتهم بتجربة الأمور الجديدة لكن ضمن أطر علاقاتهم القديمة. ولينتبه مواليد هذا البرج من هذه المقاربة التي ستجعلهم يصطدمون بالكثير من المشاكل والعقبات، إن شعور مواليد الأسد خلال شهر يناير بأن عليهم الحصول على موافقة وإعجاب جميع من يحيط بهم سيؤدي بهم للإقدام على اتخاذ القرارات الغير محسوبة النتائج والقيام بخطوات ناقصة في بعض الأحيان، لا لشيء سوى للحصول على إعجاب المحيطين. لذلك فإننا ننصح مواليد الأسد أن يتحكموا برغبتهم هذه، لأنها قد توصلهم إلى نتائج معاكسة تماما لتلك التي كانوا يصبون إليها. توقعات برج الأسد لشهر فبراير شباط لعام 2019. سيجعل مواليد برج الأسد شهرهم هذا ومنذ بدايته يتمحور حول يوم الحب الفالنتاين، وسيتكون لديهم شعور بأنه يتوجب عليهم أن يقوموا بما هو أكثر منذ بداية هذا الشهر، وسواء كان مولود هذا البرج مرتبطا أم كان أعزبا فسيحاول القيام بكل الأمور بشكل مبالغ فيه، وذلك كي يلفت انتباه وإعجاب الآخرين مع ما قد تؤديه هذه المبالغات من انزعاج بعض المحيطين الذين يجب ألا ينزعجوا أو يغضبوا مما قام به الأسد. لكن المشكلة تكمن بأن هؤلاء المحيطين هم أهم فئة في العلاقات عند مولود الأسد، وبالتالي فإننا ننصح مواليد هذا البرج بعدم المبالغة بما يقومون به كي لا ينتهي بهم الأمر بأن يمضوا يوم الحب لوحدهم. توقعات برج الأسد لشهر مارس آذار من عام 2019. إن شهر مارس سيحمل معه الحظ على صعيد العمل، وبالتالي فإن هذا سوف ينعكس بصورة إيجابية على وضع مواليد برج الأسد ماديا، لكنهم سيجدون أنفسهم في منتصف هذا الشهر مضطرين لاتخاذ قرار يختار من خلاله بين مصلحتهم الشخصية وبين إحدى الفرص الهامة على صعيد العمل. لذلك يجب عليهم أن يفكروا بشكل عميق وهادئ عن ماهية هذه الأمور التي يتوجب عليهم التخلي عنها من أجل الحصول على المال. في النهاية القرار سيكون بيد مولود الأسد. توقعات برج الأسد لشهر أبريل نيسان من عام 2019. إن كانت الضغوطات التي يعاني منها مواليد برج الأسد جعلتهم يغضبون الكثير ممن يحيطون بهم، فعليهم ألا يقلقوا من جراء هذا الأمر، كون جميع من يحيط بمواليد الأسد يدرك الضغوطات الكبيرة التي يرزح تحتها، وبالتالي فإن المحيطين بهم لن يكونوا متفهمين لذلك وحسب،
بل إنهم سيكونون السند والدعم الأساسي لهم، وسوف يساعدونهم لمواجهة وتخطي ما يعترض حياتهم العملية من ضغوطات كبيرة. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن مواليد برج الأسد يدركون تماماً أنهم غير قادرين على الاستمرار وفق المعطيات الراهنة، لأن هذا الدعم الذي يقدمه المحيطون لابد أن ينتهي مع مرور الوقت ولن يبقى إلى الأبد. لذلك يجب على مواليد هذا البرج الجلوس بمفردهم والتأمل بما يعترض طريقهم من عقبات وإيجاد السبل الناجعة للتعامل مع هذه العقبات، وعند ذلك فقط سيخرجون بنظرة جديدة تنعش حياتهم. توقعات برج الأسد لشهر مايو أيار من عام 2019. خلال هذا الشهر لن يحصل الكثير لمواليد برج الأسد، وفي الواقع فإن هذا الأمر يعتبر مريحا بالنسبة لهم، وبالخصوص كون الشهر السابق كان حافلا ومتعبا، مما يجعلهم يشعرون بأنهم مخدرون وغير قادرون على فعل أي أمر جراء التعب الذي لحق بهم الشهر الفائت. لكن مع بداية النصف الثاني من هذا الشهر سيشعر مواليد الأسد بأنهم بحال أفضل، وإن كان هذا ليس معناه بأنهم سيعودون لسابق عهدهم، مما يجعلهم يرغبون بالعزلة عن الناس، وهذا الأمر لا بأس به، وبالخصوص أن شهر يونيو سيكون حافلا لهم. توقعات برج الأسد لشهر يونيو حزيران من عام 2019. سيكون شهر يونيو من الأشهر الحافلة جدا بالنسبة لمواليد برج الأسد، الذين لن يجدوا لحظة واحدة خلاله ليلتقطوا أنفاسهم. هذه الحالة ستجعلهم يختبرون حالة مزاجية سيئة للغاية، فسيشعرون أن ما هو مطلوب منهم من التزامات مهنية وعائلية هو فوق طاقتهم على الاحتمال، للدرجة التي تجعلهم يظنون أن المحيطين بهم يحاولون محاربتهم، لأنهم دائما ما يطالبونهم بالمزيد. فهذا الشهر هام جدا وحساس، لأنه في حال وصل مواليد هذا البرج إلى قناعة راسخة بأن محيطهم يحملهم ضغوطات كبيرة أكبر من طاقتهم، فسيعيدون التفكير بجميع العلاقات القائمة في حياتهم، سواء كانت علاقات حب أو مجرد علاقات صداقة. توقعات برج الأسد لشهر يوليو تموز من عام 2019. إن الحالة والمشاعر التي اختبرها مواليد برج الأسد في الشهر الماضي سترافقهم مع النصف الأول من هذا الشهر، لكن ما إن ينتصف شهر يوليو حتى يعود مواليد هذا البرج إلى طبيعتهم الساحرة التي لديها طاقة كبيرة جدا، ولكن ما يتوجب عليهم الحذر منه هو المبالغة في تقديرهم لأنفسهم وللآخرين وبالخصوص الشريك. فالتقدير الكبير والمبالغ فيه من قبل الأسد للشريك يجعل من أي هفوة صغيرة يتم ارتكابها تتحول إلى كارثة حقيقية. ويبقى الأمر الحساس في هذا الشهر كامنا بأنه وسط كل هذا التقدير المبالغ فيه للذات وللشريك، فإن الأمور من الممكن أن تصبح بعيدة عن الواقع كل البعد. توقعات برج الأسد لشهر أغسطس آب من عام 2019. سيأخذ مواليد برج الأسد وقتهم خلال هذا الشهر من أجل تقييم حياتهم وما حدث معهم في الأشهر السابقة، كما إنهم سيجدون مساحة جيدة للفرح والمرح، وبذلك سيعود نجمهم إلى السطوع بشكل أكبر من أي وقت سابق. في بعض الأيام سيقوم مواليد برج الأسد بفرض سيطرتهم على الآخرين بصورة أكبر مما هم معتادون عليه، ربما سيؤدي بهم هذا الأمر إلى الاحتكاك ببعض الأشخاص، ولذلك فإن تحكمهم بهذه الجزئية هام جدا. توقعات برج الأسد لشهر سبتمبر أيلول من عام 2019. إن شهر سبتمبر سيكون من الأشهر الجيدة على مواليد برج الأسد بشكل عام، وعلى الرغم من أنه لن يكون كذلك في جميع أيامه، لكن القسم الأكبر من هذه الأيام سوف تكون إيجابية، فأيام هذا الشهر بمعظمها سوف تكون سهلة وجميلة. هذا الأمر يعد جيدا كون فترات مولود الأسد السابقة كانت إما متقلبة أو سلبية. لن يحصل الكثير خلال هذا الشهر، وهذا شيء إيجابي لأن ضغوطات الأشهر الفائتة كانت كافية.
توقعات برج الأسد لشهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2019. بصورة عامة فإن هذا الشهر سيكون إيجابيا كذلك على مواليد برج الأسد، فشخصيتهم ستكون ساحرة كما يحبون، ولكنهم سيشعرون بالملل من محيطهم وبشكل أسرع من المعتاد. وعلى الرغم من كون هذه المشاعر هي من طبيعة مواليد هذا البرج وليست غريبة عنهم، إلا أن الملل الذي سيشعرون به في هذه الفترة سيكون مؤثرا وسريعا. ومع حلول منتصف شهر أكتوبر سيجد مواليد الأسد أنفسهم أمام بعض المشاكل المنزلية الناتجة عن عدم تحكمهم بلسانهم واعتبارهم أن جميع الأمور خاطئة، وبالتالي على مواليد هذا البرج أن يدركوا الطريقة الأنسب للتعامل مع هذا الموقف قبل أن يفقدوا السيطرة عليه بشكل كامل. توقعات برج الأسد لشهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019. مع أن بداية شهر نوفمبر ستكون إيجابية وسيشعر مواليد برج الأسد بأنهم في أفضل حالاتهم، إلا أن هذه المشاعر ستختلف بصورة كلية يوما بعد يوم، وسوف تتشكل في ذهنهم ضبابة فكرية تمنعهم من التفكير الواضح والعقلاني، مما يجعلهم يختبرون بعض نوبات الغضب الشديد، وربما يصرفون الكثير من طاقاتهم على أشخاص يستحقون ذلك، مما يجعل إحباطهم يزيد ويتضاعف. كما إن مواليد هذا البرج وفي الأيام الأخيرة من هذا الشهر سيميلون للدخول في بعض المناوشات. توقعات برج الأسد لشهر ديسمبر كانون الأول من عام 2019. سوف تكون بداية شهر ديسمبر سيئة، وسيستمر فيها المزاج السيء الذي شعر به مواليد برج الأسد في نهاية الشهر الفائت، ولكن ما إن ينتصف هذا الشهر حتى تتحسن الأحوال وتعود إلى ما كانت عليه في الفترات الإيجابية. كما سيتلقى مواليد برج الأسد أثناء هذا الشهر أخبارا مفرحة، وربما يحصلون على تقدم مهم في حياتهم العملية، بالإضافة إلى أن الضبابية التي عانوا منها سابقا ستزول، وسيتمكنون من إيجاد الحلول للعديد من المشاكل المعقدة والعالقة منذ فترة. كما يمكننا أن نخبر مواليد هذا البرج أمرا سيفرحهم بشكل كبير، بأن عليهم انتظار مفاجأة هامة وكبيرة مع نهاية عام 2019. كانت هذه التوقعات المفصلة والكاملة لمواليد برج الأسد لعام 2019، قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات، هل تنتمون إلى برج الأسد؟ وما هي أمنياتكم للعام الجديد؟اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.